سؤال الفكره ديال الدرب وكاسكا ديال بنتي ما تضيعش، وانا اصلا ضيعه مرهقه، ما عندي باش كيجي بيتي كسبانو ولا جبيت خبز كندير لي كوش كروسه ما عنديش، ما عنديش الدار، ما عندي والو، كاين ليا بيت 5 ريال وهي اللي بيا، ما عندي حتى شي واحد من غيرها، نلقى هادشي اللي كاين كتب الله هو هذا، الزوا خرجت الزوا خطفو عليا وتكربسو عليها وعنفوها وغتصبوها حتى جاتني العيطة فكرت ديالها قالو ليا كانو 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 بالي بالدوسي تحت من 4 أيام انت مليحش من 4 أيام اللي غيتلاح من 4 أيام غادي يتشتي في السرور ولا غادي يتلاح غادي يكون التليفون على ودنيها وبحال ناعسه ومقنتينها في الربيع تحت واحد السرجم في واحد الخلا في واحد القنت وحاطينها ولوينها في زار ومعنفه وكسور عند الداخل ديالها موراجي الكبده ديالها والكلاوي ديالها كلهم بالبطيات والشتيف ومعنفه بصمات الدريه عاديه. قبل ما عيطوا لي وجد انايا بنتي خرجت الجمعه ديك مع 5 العشيه ولا ما عقلتش معاش قال لي قالت لي انا كنت غادي نمشي تجيب الخبز كتخرج غادي بنتي تسخر تجيب الخبز ولا تمعنفه تولي يقولوا لي راه كاينه محبوس في القهوه تولي يقولوا لي هما اللي شدوها وقتلها وعنفوها جوج ديال السبرديلات سيدي محطوطين معاها هي ولاو مدير هاد الناس هادو اللي كانوا معتقلين خرجوا زوج عباد الله وباقي واحد جوج اللي خرجوا علاش اللي خرجوا هادوك الجوج هما اللي خود الحق ربي ياخد ليا حقي ومحمد السادس ياخد ليا حقي سعد دروا عليها وكربسوها كربسوها الله ياخد لها حق زرت ليهم حرام على مضيعوني فيها وانا انسانه معاقه عندي هذيك البنتي اللي عندي ما عندي حتى شي واحد من غيرها عندي الله وهي ضيعوني فيها هي كلشي هي كلشي خطاتني انا والو دابا انا اصلا دايكم ميته سكر تونسي 21 عام قالوا لي هاد الهضره هادي قالوا لي بنتي كرا في لامور ملي دخلت الكوميساريه الله يرحمها ومحماك الكوميسار رحمها الله قلت لهم ما يمكنش كيفاش بنتي رحمها الله خرجت عاد تسخر لي تجيب الخبز اللي تقول لي بنتك رحمها الله انا ما فهمت والو علاش كنطلب ناخذ حقوق بنتي دم بنتي ما يضيعش ليا بنتي تعداو عليها ناخذ حقوق بنتي بقى الطب الشرعي دايرينها طيحه انا بنتي ما طيحاش طريان طروازيام كطريه ما سيدي راه غادي يتشتت التليفون ديالها على ودنيها ولا وينها في زار دخلت عندها لامور بنتي نعسه بحال شي حوته بحال شي امانه بحال العوينات هادشي اللي كاين اخويا